والدول العربية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد المقيم بهرية رجنة مركز يقاجيك محافظة الشرقية فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
خاشعة لا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز.
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله العظيم الفاتحة الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت رسول الله التابعين الطاهرين الموحدين بالله رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت هذه الليلة على خير ليلة تكريم الوالدة الراحلة الكريمة والدة الشيخ محمود سعيد بدران القارئ المعروف والعلم القرآني الكبير والشيخ محسن سعيد بدران والأستاذ أحمد سعيد بدران. والتلاوة كانت لعلم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد القارئ والمقيم بهرية رزنة مركز زازي. وأسأل الله أن يجعل ثواب ما قرناه ونور ما تلوناه إلى روح الراحلة الكريمة وأن يجاف الأرض عن جنبيها. أشكر باسمكم مهندس صوت صلاح عبد الهادي.